هسه يا احمد ننتقل الفقره كلش حلوه يجوز اني كلش فرحانه بيها كبنيه هي ازياء رمضان 2021 من وحي النجمات. ما حلو شهر رمضان مبارك تبحث اغلب النساء عن اطلاله فخمه ومحتشمه تجمع بين الأناقة والرقي للظهور بها في الخروجات اليومية سواء أثناء الذهاب للعمل أو خلال المشاوير النهارية أو في حال استقبال العزومات في المنزل أو خارجه ولأن النجمات دائما هن المرجع الذي تعود إليه أغلب النساء للتعرف على الأزياء الموضة هذه الصور جسدت أحدث وأجمل الأزياء من وحي النجمات العربيات لتظهر بإطلالة فخمة 2021 رمضان وراقية في خروجاتك اليومية نبديها من شريهان رغم قلة ظهورها الإعلامي وحرصها على عدم نشر الكثير من الصور الشخصية لها عبر صفحتها الرسمية على موقع انستغرام إلا دائما أنها تخطف الأنظار إليها بطلالاتها الراقية والمميزة ويمكنك أن تستوحي هذه الإطلالة الناعمة من شريهان لخروجاتك ذات نقشات مطبعة بأي لاين الرمضانية بتنسيق تنورة طويلة بتصميم بالزهور والرسمات الهندسية باللونين الأبيض والأسود مع قميص أبيض أو باللون الأوف وايت ونسق الشريهان مع أطلالتها الأنيقة حذاء ذو كعب عال باللون الأسود مصمما من اللماء لإطلالة أكثر رقيا وجاذبية أما إلهام علي بعباية مفتوحة الصورة من حسابها على انستغرام بتصميمها المختلفة تفضل الكثير من السيدات اعتماد العبايات والقفاطين خلال شهر رمضان المبارك نظرا لما تضيفه على إطلالتهن من مظهرا محتشما وفخما في ذات الوقت وفي إطلالة أنيقة وجذابة بالعباية المفتوحة نسقت الفنانة السعودية إلهام علي عباية مفتوحة باللون الجنزاري الداكن مطرزة بتطريزات يدوية أنيقة على الإكمام والصدر والخصر فيها فيما جاء بتصميم العباية بإكمام واسعة وقصيرة لإطلالة فخمة وراقية ونسقت إلهام علي مع هذه الإطلالة فستان وإيشارب من الشيفون بنفس لون العباية مع حذاء ذو مفتوح ذو كعب عالي طبعا كلش حلوه هيك اطلالات نشوفها بشهر رمضان وبنفس الوقت شهر رمضان يتطلب انه لبس يكون قفاطين وعبايات وشي حلو مثل انا اليوم اللي لابسته يعني تحبين هاي أي, اي احمد هو هذا اللبس كلش حلو كلش انيق وكلش يعني حتى بالمناسبات ترى حلو اذا نريد نحكيها بس يا احمد بنفس الوقت الى نكهة حلو برمضان يعني رمضان الى ازياء الخاصه قبل شوي ذكرتي منين هذا ال أنا اليوم من من الاطلاله مالتي من بيج زيت براندز للازياء طبعا قطعهم كلش حلوه كلش مميزه وانا اليوم كلش فرحانه بطلعت لا احنا كشباب دائما نحب نلبس برمضان نعم يعني اغلب الشباب يحب يلبس الدشداشه اي آه الـ يلف الـ الـ الشماغ هيك نعم يحب هاي الشغلات الشبابيه الخليجيه تقريبا اكو هاي يعني ديزاين خليجي واكو ديزاين بصراوي وديزاين انباري وديزاين بغدادي احنا كشباب نحب اجواء رمضان دائما هيش نلبس أيش اللبسات تكون كلش حلوه انت منين طلعي؟ أنا قلت لك قبل شوية أي؟ من سفير الزي العربي من أحمد المشاري وطبعا مكانه بالشعب حيدر المشاري حيدر دائما انسى اسمك والله قربط من حيدر المشاري سفير الزي العربي آه اللي مكانه طبعا بالشعب يمسق شلال هماتي الملابسة كلش جميلة وشغلاتها كلش حلوة طبعا تحياتنا لهم تحياتنا لحيدر المشاري وتحياتنا لزت براندز على هاي الأزياء الكلش حلوة